السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نكمل شابتر 2. بارت 2 خلاص، بعد الألجوريزمات في كده تكنيك بسيط هنشوفه، وهنشوف مجموعة من النظري. تمام، مجموعة من النظري بسيطة جدا برضو، التكنيك ده اللي جاي إن شاء الله هيبقى بسيط جدا مفيش حاجة. أول حاجة هنشوف هي الروتر ماشينز. طيب الروتر ماشينز دي كانت مكنة كانوا عايزين يبعتوا عليها زمان المسج أيام الحرب العالمية الثانية، عايزين يعملوا المسج شفرات يشفروها يعني، ويبتدوا يبعتوها عشان العدو ما يعرفش انا كاتب ايه بالظبط. طيب كانت بتشتغل ازاي المكنه دي؟ المكنه دي كانت بتشتغل عن طريق مجموعه من الروترز بعمل لها تبديل وتوفير. بمعنى ايه؟ ان انا هنا عندي الحرف، تمام؟ الحرف ده عايز اعمله عمليه الديكريبشن، بدخله على ثلاثه روترز اللي هي الروتر الفاست والميديوم والسلو، بيحصل لها تبديل وتوثيق، تمام؟ عشان الحرف ده يتعمل له عمليه ديكريبشن ويروح يتعمل له عمليه ديكريبشن ويروح للديستنيشن، او يروح للشخص اللي انا عايز اديله المسج. برده نفس الكلام لما يروح له هو هناك، خلاص برده بيعرض الكلام ده على الماشين دايما، تبتدي ان الماشين دي تعمل عمليات التبديل والتوثيق، خلاص علشان تبتدي ان هي تعمل انكريبت للمسج او تعمل ديكريبت للمسج، وتطلع الحرف او المسج اللي هو اللي الشخص بقى الاول كان عايز يبعته للتاني. تمام، طيب عدد التبديل والتوفيق اللي بتعملها هي عددها ان انا ما اعرفش هي بتعمل قد ايه تبديل وتوفيق. خلاص انا هنا عندي 26 حرف، خلاص بتعمل ان مرات من التبديل والتوفيق. تمام، ده شويه بقى نظري كده عليها، بسيط جدا برده مفيش حاجه. خلاص يعني بيقول لك هنا كل روتر ماشين فيها حوالي 26 حرف، طبعا فيها كل فيها 26 حرف. خلاص، وهو بيعمل مقارنه بين الحروف اللي بتخش له وبالحروف اللي جوه عنده في الراوتر في الروتر ماشين. خلاص، ويبتدي ان هو ايه يوصل الحروف دي ببعض، يبدلها يغيرها يعمل لها تبديل وتوافيق يديها للروتر اللي بعدها. عشان كده هنا بيقول لي after a full rotation the adjustment router is rotated، يعني بعد ما الحروف يحصل لها روتيت يديها لروتر تاني يعمل لها روتيتد. بعد ما يحصل هنا برضه نفس الكلام، يديها للسلو يعمل لها روتيتد، يغير انا فاكر دي التوقيت يعمل لها عمليه الانكريبت، بعد كده يوديها بعد ما توصل للشخص التاني يحصل نفس الكلام تبديل التوقيت عشان يحصل عمليه الديكريبشن، يوم يطلع الايه؟ يوم يطلع له المسج. ما فيهاش اي حاجه بسيطه جدا يعني. ماشي، الدكتوره في الامتحان محتاجه ان احنا نعرف الخصائص بتاعتها علشان هتسالنا في الخصائص بتاعت الروتر ماشينز. تمام، طيب التكنيك الثاني تكنيك بسيط قوي، ده ما فيهوش اي حاجه. التكنيك ده النظري بتاعه مش علينا، تمام، بس كل اللي علينا فيه ان احنا نعرف ازاي طريقه. اولا التكنيك الاستينوجرافي ده، التكنيك ده اللي هو بقى ايه الشغل بقى بتاع رأفت الهجان وجمع الشوان بقى، ان انت بتدي له مسج خلاص وجوه المسج دي مسج ثانيه. يعني مثلا انا وانت مثلا اتفقنا على مسج مثلا يكون ايه النهارده بالليل الجو حلو مثلا، يعني النهارده بالليل الجو حلو دي مسج ما لهاش اي علاقه خالص، يعني ما لهاش اي علاقه خالص باي حاجه، بس انا شايل جوه المسج دي قبل ما اتفقوا مع بعض اقول لك ايه، انت تاخد تاني حرف من كل كلمه، فتاني حرف من كل كلمه هيكون له مسج ثانيه خلاص ليها بقى ليها المعنى المقصود، ليها المعنى اللي انا عايز اقوله لك. طيب الكلام ده ازاي؟ هنشوف لها مثال، زي مثلا المسج دي خلاص نيوز 8 مش عارف ويزر تو نايت انكريز سنو، يعني النهارده مش عارف الثلج هيزداد، انكسبكتد بريدكشنز. بص مسج، هتلاقي مسج بسيطه ما فيهاش حاجه، كل اللي يشوفها يقول عادي المسج عاديه يعني ما فيهاش حاجه، لكن انا اتفقت مع الشخص اللي هديله المسج دي هقول له ايه؟ هقول له انت هتاخد اول حرف من كل كلمه، يعني مثلا كلمه زي نيوز دي خد منها الان، خلاص ادي خد الان، ايه هياخد الاي، تمام، الويذر هياخد الدبليو، تونايت هياخد التي، لحد ما هيكون مسج من المسج دي لها معنى. المعنى ده بقى اللي هم بيعملوه بقى في المخابرات بقى والكلام ده. خلاص هو نيوت از ابسيت بيكوز he think he is برسنت اللي هو الرئيس، ماشي، يعني مسج متخبيه جوه مسج، هو ده الاستيمنوجرافي. الدكتوره في الامتحان ايه هتدينا مثلا مسج، خلاص مسج مثلا زي دي، وتقول لك مثلا
هات تالت كلمة من كل سطر مثلا، تالت كلمة من كل سطر، كل سطر اهو مثلا all for forms وهكذا. مش هتقول لك هات لي تاني كلمة من كل من كل، او هات لي مثلا تاني حرف من كل كلمة، تاني حرف اللي هي ال R ال O ال L وهكذا. التيموجرافي مفيش حاجة خالص، بسيط جدا. آخر حاجة اللي هو التكنيك التاني اللي هو الون تايم باد، وده الون تايم باد ده تكنيك محتاجين ان احنا نعرف فيه النظري بس، تمام؟ محتاجين ان احنا نعرف فيه النظري، هو اصلا مش حضاري، هو اصلا نظري يعني ما فيش حاجة. طب الون تايم باد ده كان تكنيك معقد جدا، بس هو برضو بيستخدموه في الحاجات بقى الحربية وكده يعني. طيب التكنيك ده بيبقى ايه؟ دلوقتي انا عايز ادي مسج، خلاص اقول لهم اي حاجة، اي مسج. المسج دي طبعا لازم يكون لها كي، الكي اللي انا بعملها بتكون راندوم جنريشن، راندمايزيشن، يعني انا بنتج كي راندمايز كده يعني راندوم، تمام؟ الكي اللي بنتجها بتكون عدد حروفها قد عدد حروف البلين تكست، بمعنى المسج اللي انا عايز ارسلها لو كانت 500 حرف فبنتج كي بعمل لها جينيريشن 500 حرف، تمام؟ وال 500 حرف اللي انا بنتجهم دول ما يكونوش شبه الحروف اللي كانت اللي هي بتبقى فين؟ اللي هي بتبقى في المسج، تمام؟ ولو انا عايز انتج او عايز اديله مسج تانية بشيل الكي دي خالص وبنتج كي تانية، ماشي الكلام؟ بنتج كي تانية ملهاش علاقة بالأولى خالص، يعني الكي ده بيعتبر كده حاجة إيه؟ يعني ما بتتكررش، الكي ما بيتكررش، تمام؟ بس بنتج الكي ده، هم بقى شايفين إن ده مشكلة، شايفين إن ده مشكلة إن هو بيكون راندوم جينيريشن، تمام؟ وشايفين إن أنا كل شوية بفضل إن أنا أعمل إيه؟ بفضل ان انا اعمل كي، والكي دي بتكون معقده جدا وصعبه جدا وصعبه جدا، عشان تروح للشخص اللي انا عايز اقول له الرساله بياخد وقت طويل وبياخد جهد طبعا علشان يبتدي ان هو يفك الكي دي، تمام؟ حتى هنا في سؤالين، دي هنا طبعا المشاكل بتاعته، بيقول لي هنا there is a practical problem of making large quantity of random key، ان انا يعني مشكلته ايه؟ مشكلته في random key، هي مشكله وعيب، خلاص؟ ان هي مشكلة، اسف، وحاجة وهي مش مشكلة يعني. في هنا هو كان بيقول لي ان الوان تايم باد خلاص بيكون unbreakable، انا لما باجي اعمل randomization للكي وبقوي الكي جدا، فالتكنيك ده بيبقى عالي جدا، والتكنيك ده بيكون قوي جدا لدرجة ان هو بيكون unbreakable، يعني مقدرش حد ان هو يكسره. انا لو واحد بقى هاكرز وكده هو مش عارف ان انا اخترقه، او مثلا اعرف ده كاتب ايه بالظبط، لكن طبعا هو في نفس الوقت مشكلة ايه؟ ان انت بتعمل randomization للكي، والكي بتكون حروفها مختلفة عن حروف المسج اللي انت بتبعتها، وبيكون طويل جدا قد عدد البلين تكست، تمام؟ وده طبعا بتكون مشكلة، تمام؟ انه بياخد وقت عقبال، وقت طويل جدا الجهد عقبال ما بيتفك، تمام؟ تاني حاجة even more difficult even more difficult is the problem of key distribution and protection. طبعا ان هو بيكون طبعا ان احنا عايزين نحمي الكي دي، تمام؟ مش اي حد يخش يخترقها، ويعني الخوف طبعا ان المسج عبال ما توصل يكون واحد تاني فكها او عرف الكي خلاص. هي صعبة، بس ممكن واحد هاكر يعرف يفكها، فقبل ما توصل للتاني اللي هو الشخص الصحيح اللي عايز اوصلها له، يكون التاني فكها. طيب هو هنا بيقول لي why one time bad is completely secure، دي هي السكيورتي بتاعتها كامله، عشان هو بيكون random in generation key، تمام؟ random in generation key يعني بنت الكي بتكون generation زي ما احنا شرحناها قبل كده. production of random output that bear no statistical relationship to the plain text، وبنت كمان الكي دي ما بتكونش لها علاقة بالبلين تكست، تمام؟ زي ما احنا قلنا ان انت عندك هنا الكي اللي انت بتنتجها، هي الكي دي الحروف بتاعتها مختلفة تماما عن الحروف بتاعت المسج، خلاص؟ علشان كده هي ملهاش اي علاقة، فعشان كده هو حتى لو الهاكر عرف الكي هو مش هيقدر ان هو يعرف ايه؟ مش هيقدر ان هو يعرف المسج او حتى الحروف اللي جوه المسج بتبقى ايه.
طيب هنا سؤال تاني، why one time bed is not practical solution؟ ليه هي مش practical solution؟ خلاص مش practical solution ليه؟ علشان انا استخدم large randomness keys، وان انا في كل مرة كل مرة بعمل كي مختلف عن الكي اللي قبله، تمام؟ و the problem of distribution and protection، الجزئية دي كانت الدكتورة قالت فيها ان هي محتاجة حماية اكتر من كده كمان، تمام؟ كده احنا خلصنا شابتر 2، تمام؟ ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله نخش على شابتر 3. شكرا، السلام عليكم.